بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس التاسع عشر الخاص بطاقة Entity Framework. في هذا الدرس سنناقش Table Pair Hierarchy Inheritance with Code First Approach. أنا محمد دماد عرفي، بهذا الدرس سنتعرف على كيفية عمل Implementing Table Pair Hierarchy Inheritance in Entity Framework with Code First Approach. اوكي، لاحظ انه بالدرس السابق كنا قد انشانا اللي هو تيبل بير هيراركي، ولكن عن طريق استخدامنا للداتابيز ابروتش. لكن في هذا الدرس سنناقش اللي هو كيفيه عمل التيبل بير هيراركي، ولكن عن طريق استخدامنا للكود فيرست ابروتش. لاحظ معي عندي هنا في عندي اللي هو بيز كلاس، وهو فعليا امبلوي، وفي عندي هنا اللي هو ديرايفد كلاس اللي هو بيرمننت امبلوي وكونتراكت امبلوي. لاحظ انه تو كلاسز، او خلينا نحكي فعليا التو انتيتيز عمالهم بيعملوا انهيريتنس من البيز كلاس اللي هو فعليا امبلوي. فلذلك راح تلاحظ انه البيرمننت امبلوي والكونتراكت امبلوي هم فعليا ديرايفد كلاس، وراح تلاحظ انه كل كلاس فيهم بيحتوي على البروبرتي اللي خاصه فيه. فالبيرمننت راح تحتوي على الانيوال سالري، في حين انه الكونتراكت امبلوي هي تحتوي على الاورز وركت والاورلي باي. تمام. الان انا بالنهايه لما بدي اعمل رننج للابلكيشن، وذلك عن طريق نحكي تقنيه الانتيتي فريم ورك، بالنهايه راح تقوم الانتيتي فريم ورك بعمل كرييشن لداتابيز تيبل، وهذا الداتابيز تيبل هو فعليا سنجل داتابيز تيبل بيحتوي على كل هاي البروبرتيز، وهذا هو ما يعرف بتيبل بير هيراركي. اوكي، خلينا نشوف هذا الامر كيف بامكاننا نعمله. راح اروح مباشره على الفيجوال ستوديو، وبالبدايه راح اقوم مباشره بعمل كرييشن لكلاس. هذا الكلاس راح اسميه عندي هون اللي هو امبلوي. هذا الكلاس بكل بساطه راح يحتوي على الاي دي والفيرست نيم، وايضا خلينا نحكي اللاست نيم والجندر. راح اعمل منه كوبي، ومباشره راح اروح الان واعمل بيست. وطبعا هذا الكلاس عماله بيحتوي على ID, First Name, Last Name, Gender. راح تلاحظ انه هنا عمالي بستخدم اللي هو الكلام اتريبيوت، وراح تلاحظ انه الكلام اتريبيوت هي موجود طبعا ضمن النيم سبيس اللي هو System.ComponentModel.DataAnnotations.SchemaNamespace. راح تلاحظ انه هذا فعليا الاتريبيوت عماله باخذ، او خلينا نحكي بتوقع مني تو بارامترز. وراح تلاحظ انه عندي هنا اللي هو البارامتر الاول هو عباره عن الاوردر، وباخذ اللي هو خلينا نحكي انتجر داتا تايب. الآن أنا هنا قمت بتحديد عندي هنا الكولوم بحيث أنه أنا بدي أحافظ على الأوردر، فبالتالي أنا مثلا بدي يتم إنشاء التيبل بنفس هذا الترتيب الكولوم، فبالتالي أنا ترتيب الكولومز أمر بهمني، فبالتالي أنا بدي إياه بنفس هذا الترتيب، فبالذلك حتى أحافظ على هذا الترتيب لابد من أستخدم الكولوم أتريبيوت. أوكي، الآن بعد هيك مباشرة رح أقوم وأنشئ التيبل اللي هو الآخر، واللي هو فعليا رح يكون permanent employee، واللي رح يحتوي على الأنيوال salary as a property. فبالتالي راح اعمل right click add class، راح اسميه permanent. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين هذا الكلاس اللي اسمه permanent employee راح يعمل inheritance من الكلاس اللي اسمه employee، وطبعا راح يحتوي على البروبرتيز اللي احنا فعليا شفناهم اللي هم الانيوال سالري. فبدي راح اعمل منها كوبي، ومباشره راح اعمل الان عندي بيس زي ما احنا فعليا شايفين. كذلك الامر راح اقوم باضافه انذر كلاس واللي هو راح يكون كونتراكت امبلوي. فبدي راح اعمل رايت كليك عندي هنا اللي هو اد نيو كلاس، وراح تلاحظ انه هنا عمالي بعمل له بيس، وهو ايضا راح يعمل انهيرتنس من الكلاس اللي اسمه امبلوي. ايضا راح يحتوي على اللي هو الاورلي باي، وايضا راح يحتوي على خلينا نحكي الاورز وورك. فبدي راح اعمل ايضا منه كوبي، مباشرة راح اعمل عندي بيست زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان بعد هيك راح تلاحظ انه انا بحاجة اني اقوم بانشاء كلاس اسمه employee db context. فبالتالي راح اروح مباشرة ضمن البروجكت، راح اعمل right click عندي هون اللي هو add class، راح اسميه employee db context. راح استخدم عندي هون اللي هو system.data.entity، لان انا فعليا راح اعمل inheritance من الكلاس اللي اسمه db context، فبالتالي راح يكون في عندي هون اللي هو db context. وايضا راح اقوم هنا الان فعليا بانشاء عندي public property، فبالتالي راح اعمل منها copy زي ما احنا فعليا شايفين، وراح اعمل عندي هنا اللي هو paste. تمام، بعد هيك انا بحاجه لاني فعليا اقوم باضافه الكونكشن سترينج، كوني انا بستخدم عندي اللي هو الكود فيرست ابروتش. فبالتالي راح اروح ضمن الويب كونفيج فايل، وفعليا راح اقوم الان باضافته. راح تلاحظ انه الداتابيز اللي بتعامل معها اسمها سامبل. اوكي، راح اروح مباشره على سيكوال سيف مانجمنت ستوديو، راح اقوم الان بحذف عندي هاي الداتابيز اللي اسمها سامبل حتى اتاكد انه فعليا ما في عندي اي داتابيز. اوكي، راح تلاحظ انه فعليا تم حذفها. اوكي، الان راح اروح مباشره الى الويب فورم 1، وطبعا ضمن الويب فورم 1 انا فعليا ما عدلت عليها اي شيء، فبالتالي الكود كما هو. تمام، بالنسبه
خلينا نحكي كما هو بالنسبة للدرس السابق، فبالتالي أنا استخدمت نفس البروجكت لكن أنا فعليا حذفت منه اللي هو الموديل. فلذلك الآن أنا أيضا فقط رح أقوم بعمل تعديل بسيط، رح أقوم فعليا بإضافة عندي هنا اللي هو two buttons. البتن الأولى رح أسميها عندي هنا اللي هو btn add permanent employee، فبالتالي رح أعمل منها copy ومباشرة رح أروح ضمن التول بوكس وأضيف عندي هنا اللي هي البتن الأولى، وطبعا رح يكون الاي دي لإلها btn add اللي هو permanent employee، رح يكون التكست زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، بعد هيك مباشرة راح أقوم الآن عندي أضاف بإضافة another button، فبالتالي راح أروح مباشرة للتول بوكس وضمن عندي هنا راح أقوم بإضافة btn add contract employee. الآن خلينا نروح مباشرة عندي هون وأروح إلى البروبرتيز وأقوم بإضافتها إلى الـ ID، وطبعا ضمن اللي هو التكست راح أقوم بإضافة عندي هون الـ contract employee. عفوا. اوكي، الان بعد هيك مباشره راح اقوم الان بعمل دبل كليك حتى اني اقوم بعمل جنريشن للايفنت هاندلر. اوكي، الان ضمن الاد ضمن الاد بيرمننت امبلوي انا بحاجه لاني اقوم بانشاء اللي هو انستنس من البيرمننت امبلوي تايب، وبعد هيك راح اقوم بملء عندي الاوبجكت، فبالتالي انا اوريدي قمت بتجهيزه زي ما احنا فعليا شايفين، فبالتالي راح اعمل منه كوبي ومباشره راح اقوم الان بعمل عندي بيست. لاحظت انه قام بانشاء اللي هو انستنس من البيرمننت امبلوي وقام بملئهم بالبروبرتيز اللي خاصه في هذا التايب، بعد هيك قام بانشاء انستنس من الامبلوي دي بي كونتكست، وبعد هيك مباشره قمنا باضافه هذا البيرمننت امبلوي اوبجكت طبعا كباراميتر الى الامبلويز انتيتي، وبعد هيك حفظنا التعديلات. نفس الشيء راح نقوم بتطبيقه ولكن على الكونتراكت امبلوي، فبالتالي خلينا نجي نعمل منها كوبي ومباشره راح اقوم الان بعمل عندي بيست زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان راح اروح مباشره واحفظ جميع التعديلات الموجوده عندي هون، وخلينا نجي الان نعمل رننج للابلكيشن. لاحظت انه قبل ما اعمل الرننج للابلكيشن انا فعليا ما في عندي اي داتابيز موجوده ضمن السيكوا سيرفر. الان راح اضغط على كنترول واف 5، لاحظت انه هنا يبدو انه في عندي مشكله. نعم، فانا هنا مش مستخدم عندي النيم سبيس. اوكي، انا ايضا في عندي هنا اللي هو يصلح لاحظت انه اختفى معي الايرور. الان خلينا نجي نضغط مره ثانيه على كنترول واف 5. الان من المفترض انه يقوم فعليا بانشاء الداتابيس، فراح اروح مباشره على سيكوا سيرفر مانجمنت ستوديو، راح اعمل عندي هون اللي هو رايت عندي كليك. الان لاحظت انه لغايه اللحظه ما قام بانشاء الداتابيس. الان لو اروح مباشره اعمل لود عندي اول امبلوي، الان من المفترض انه يقوم بانشاء الداتابيس وايضا التيبل اللي اسمه امبلويز، راح يحتوي على الكولمز تمام اللي هم الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم والانيوال سالري والاورلي باي والاورز وركت. فبالتالي لو بروح الان مباشره على سيكوا سيرفر وبعمل عندي هون اللي هو ريفرش، راح تلاحظ انه هاي هي قاعده البيانات وبداخلها التيبل، وراح تلاحظ انه الكولمز بنفس الترتيب اللي احنا شفناهم بالسلايد. اوكي، الان خلينا نروح مباشره ونقوم فعليا باضافه عمليا داتا الى هذا التيبل، فبالتالي راح اضغط الان اللي هو اكسكيوت، فبالتالي لاحظت انه قام باضافتهم على التيبل اسمه employees ضمن قاعده البيانات اللي اسمها سامبل. اوكي، الان راح اروح مباشره ضمن الويب براوزر وفعليا خلينا نجي نعمل F5، فبالتالي لاحظت انه عرض لي الداتا لود للبيرمننت، لاحظت انه عرض لي البيرمننت وهذا هو التايب اللي هو الخاص بالكونتراكت. اوكي، الان خلينا نروح مباشره ونشوف فعليا عدد الريكورد. فلو بروح مباشره وعمليا بطلع عندي هنا عدد الريكورد اللي هم 7، فبالتالي لو بضغط عندي هنا اللي هو اد بيرمننت امبلوي، فلاحظ انه مرة تانية بعمل ريفرش للود امبلي، لاحظ انه عددهم اصبح 8. هلا بضيف ايضا كونتراكت امبلي، لاحظ انه اصبح عددهم كم 9 زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي لاحظ بالرغم انه كان في عندي اكثر من انتيتي، الا اني قدرت عن طريق اللي هو تيبل بير هيلاريكي اني اقوم بحفظ كل هاي الداتا اللي جاية من اكثر من انتيتي لاكثر من انتيتي على نفس الداتابيز تيبل. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.